ذاك بدينا هاد المؤتمر هذا منذ 3 أيام، يعني بدينا لو 17 لافريك لا سيمين دو لافريك دي سوليوشن. يعني لو بوت برينسيبال ايتون دو بروموفوار، يعني باش نشجعوا سادير الطاقات اللي كينوفيو بالتنميه ديال الاقتصاد ديال البلاد في لي سيكتور كلي دون لافريك ا بيزوان، يعني مع سادير مع هذاك النهج التام ديال سيدنا الله ينصرو لا في الخطاب ديالو ديال قدام البرلمان في 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 اكتوبر 2022، يعني تو سكي لي زينيرجي غار باش هذاك يكون المغرب قدوه، القدوه للمغرب بالنسبه للموديل ديفلوبمون ايكونوميك ديال المغرب، مي كذلك العلاقه ديالو الوثيقه مع افريقيا منذ عشرات السنين. يعني لا تيماتيك برينسيبال ديال هاد لا سومين لافريك سوليسيون هو لي زونتربرونور اي ميديا، يعني الناس المستثمرين وكذلك لي زينوفاتور وداك الشيء، اي لي ميديا يعني الصحافه كيف ما بغات تكون اللون ديالها باش يساهموا يد في يد من اجل سادير لاتانت بتحقيق سادير لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل بور لو ماروك بور لافريك افيك تو لي افريكان دو مانيير انكلوزيف اي بارتيسيباتيف. اليوم الثالث اليوم بحال غادي نحاولوا غادي ندخلوا غادي تكون واحد لاتولي على لو فينونسمون اي الاستثمار، يعني الانسان اللي تيكون عنده ان بروجي ان جون عنده ان بروجي سيدير انوفون كي سيغ ان سيكتور كلي ولا شي حاجه، راه بوحدو ما يمكنلوش يدير شي حاجه، خاص ولا بدا يكون تشجيع بالنسبه للابناك، تشجيع يعني باش غادي نوضحوا لهم جميع الطرق باش يمكن له يفينونسي لو بروجي ديالو. هذا هو سيدير هذا واحد الاتولي اللي غادي نديروه اليوم، وكاين بزاف ديال لي زاتولي اللي غادي يداروا سيدير على الاستثمار، على 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 لونتربرونور على كولتور انتربرونيال، على المراه، على هذاك. وختاما ديال هذا النهار هذا غادي يكونوا نقدموا ميداليات ديال هاد لي سوليسيونير، هاد لي زامباسادور، هاد السفراء ديال لي سوليسيون لا سيمين دو لافريك دي سوليسيون، وغادي نقدموا كذلك دي تروفي بالنسبه للناس اللي خدموا عندهم الروح ديال التنميه الافريقيه، التنميه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، باش نحاولوا نديروا انطلاقه اولى من المغرب باش يكونوا انطلاقات اخرى، باش نديروا واحد لو بيلون ونشوفوا ان شاء الله بالنسبه للسنوات القادمه فين غادي نوصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء كنشكروا المنظمين على هذا الحدث الاهم، الاسبوع الافريقي للحلول، جامعه محمد الخامس راسها السيد باشا، وكذلك مدير مدرسه المحمديه للمهندسين، وهذا الاسبوع يعني الافريقي للحلول، وجاوا مناسبه لعقد يعني واحد اللقاءات متعدده مع مجموعه من الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين والصحافه كذلك، من اجل بلوره حلول فعليه للمقاوله المغربيه والافريقيه عامة، وكذلك يعني ايجاد مجموعة من الحلول الخاصة بالرفع من القدرة يعني القدرة يعني استيعاب السوق الافريقي والدخول في السوق التجاري الدولي. في هذا الصدد نحن كمندوبية جهوية للمصدرين التي رأسوها على مستوى درعة السافلات، ونحن كفاعلين اساسيين في هذا الحدث يعني بشراكة مع الأسبوع الإفريقي للحلول، الأسمكس استطاعت من خلال مجموعة من الحلول الفعلية أن تبلور منطق ورؤية واسعة للمقاولة المغربية بالخصوص وللمقاولة الإفريقية بصفة عامة لولوج السوق الدولي، سوق التجارة الدولية. كما تعلمون بأن لولوج سوق التجارة الدولية فهو يعني له خصوصيات وطابع خاص، ولو مجموعة من يعني الأمور التي يستوجب على المقاول أن يستوعبها لولوج هذا السوق، لأنه فيه مجموعة من الخصوصيات، وبالتالي هنا يكمن الحل في إيجاد يعني طريقة سلسة لدخول المقاولة الإفريقية في السوق الدولي.
من خلال هذا يعني الأسبوع الإفريقي للحلول استطعنا أن نكون يعني في تطلعات يعني مجموعة من الفاعلين، لأنه في طبيعة الحال الهدف الأساسي من هذه الندوات ومن هذه اللقاءات هو ليس يعني بشكل أو بشكل آخر أنه الحديث ثم الحديث ولغة الخشب وما إلى ذلك، بفعل بأنه هو لقاء فعلي مهني تقني بدرجة أولى. يعني أننا استطعنا أننا أن نكون دقيقين في تقييم الإشكاليات التي تعيق التنمية في إفريقيا بصفة عامة، وبالتالي لابد من إيجاد حلول فعلية لهذا الأمر. وعلى هذا الأساس استطعنا أن ننظم الأسبوع الإفريقي للحلول في المغرب، تحديدا بمدينة الرباط العاصمة المغربية. ومن هذا الأساس كان نشكر صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على المجهودات القيمة التي يقوم بها في هذا الصدد، لأنه هو الراعي الأساسي للحلول في إفريقيا. وكما تعلمون بأن السياسة التي يقوم بها صاحب الجلالة فهي سياسة فعلية في مجال الحلول، يعني ليست حلول ترقية بل حلول فعلية قدمها المغرب على صاحب الجلالة لإفريقيا في هذا الإطار. وأشكركم جزيلا على اليوم. هو واحد النهار اللي هو بداية ديال واحد القصة اللي احنا مش حالة دي وحنا تنخدموا عليها، القصة ديال أننا اليوم بغينا نسمع الصوت ديال الأفريك اليوم عامرة بالمواهب، عامرة بالثروات. أي دولة كتحتاج ثروات ضروري كتجي تدق على المغرب، ضروري كتجي تدق على الأفريك. بوابة المغرب هو البوابة الأفريك كيف ما كتعرفوا. دونك حنا بغينا نستغلوا المواهب ديالنا، بغينا نستهملوا الطاقات اللي كيكونوا عندنا وكيمشيو للخارج وكيديروا دي زانفيستيسمون، كيديروا دي زوبيراسيون، كيخدموا عند شركات كبار. اليوم جا الوقت اننا نستغلوا المواهب ديالنا، جا الوقت اننا نستغلوا الطاقات ديالنا. كنهضروا دائما على لا ريسبونسابيلتي سوسيال ديال لي زونتربريز، كنهضروا على بزاف ديال لي زانفيستيسمون على ليترونجي في اوروبا ولا في امريكا، ولكن اليوم قررنا ان هذنا ابتداء من اليوم غادي يكون عند المغرب الكلمه ديالو في احتضان المشاريع، في احتضان المواهب الافريقيه. اذا هذه مناسبه كبيره، هذه مناسبه جيده، كنتمناو ان هذه المبادرات تمولتيبليا، بغيناهم يكونوا كثارين 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 بزاف، لان طاقات راه ماشي هادشي اللي خاصنا في المغرب. خاصنا الثقه، وخاصنا نديروا الثقه في الكفاءات ديالنا، خاصنا نساعدوهم ونعطيوهم نمدوا لهم يد ديال المد، نعاونوهم باش يزيدوا في الامام. بالنسبه للاخوان ديالنا في افريقيا، حنايا ان كونتينون واحد، قاره واحده، دونك حنا قررنا اننا غادي نكونوا لحمه، غادي نكونوا طاقه واحده، غادي نكونوا نجمعوا جميعا باش نديروا واحد لا فورس، نديروا واحد لونيون اننا نمشيو لقدام كاملين في التوجه ديالنا.